خليني اتكلم على البلاي ستيشن. احنا المفروض ندردش مع بعض شويه حاجات كده، ان احنا نشوف اساسيات حاجات كنا بندرسها وازاي ممكن نطبقها هنا بشكل شخصي. البلاي ستيشن يعني مش هاخد ان شاء الله يعني ساعه او ساعه ونص خالص. ايه اللي بيخلينا عامه نخش في ال اللي بيخلينا عامة نخش في مسابقة زي ليفر ونبعد عن مسابقات الروبوتكس؟ ممكن معظمكم قبل كده حد دخل مسابقة الروبوتكس؟ مش كانت بتبقى في الكنترول عامة يعني صح ولا لا؟ جميل. حد دخل مسابقة تاني؟ دي كانت بتركب انت برضه ليجو وجاتش ميكانيكال وتشتغل في السنسورز والبروجرامينج شغل اللي هو مفيش. جميل. الفكره هنا في ايفر او في اللي بيخلينا نبدا نخش في حاجه زي هاي اندستري ليفل زي العربيه، ان احنا المسابقات بتاع الروبوتكس كان دايما الهدف منها ان احنا نتعلم كنترول، تعالى نمشي روبوت اوتونوماس، تعالى نعمل لاين ديتكشن ونمشي وراه لاين فولو. ان احنا بعد كده كل شويه كنا بنعمل شيء زي نعمل بليتا او اللي هي البليتا الصفرا دي ركب فيها الاربع مواتير الصفر، لما بتعلى قوي يعملها بليتا ستيل وركب فيها المواتير، ولو الستيل كانت تقيله غير المواتير غير العجل وهتمشي. ما بنفكرش دايما بالفورسز او الكونسبت الصغيره بتاع الروبوت دي، ما بيكونش في دماغنا الفورسز او احنا هنشيل شخص على قد ما بيكون في دماغنا حاجات الكنترول. فاللي خلانا نخش في مسابقه زي ايفر ان احنا نبدا نواجه الميكانيكال باريز اللي كانت بتظهر لنا، ان احنا لا هنشيل شخص في العربيه دي ونهتم بالسيفتي بتاعته. الوزن بتاعنا مش مجرد حط حاجه حديد، لا كل منبر هنحطه هيكون ليه لازمه، لغايه ما احنا نخش حاجات ليها علاقه بالتصنيع كمان، وان احنا نعرف نرسم حاجه على السوليد ونطلع صورها بالظبط على الحقيقه. ممكن برضو الحاجه اللي تكون مختفيه عندنا هنا شويه في الجامعه ان احنا ثيوريتيكال حلوين قوي، بس تعالى نبدا نطبق الحاجه دي. طبعاً كلنا متخرجين مش عارفين نعمل الحاجه الاساسيه، يبقى عندنا وانس انتاج نطلع دروينز، طلع حاجات ليها علاقه بالحمايات عامه او شغل الماشينينج والخرائط. في السيشن هنا هنتكلم ببساطه بدايتها عن الرول بتاع الشاسيه ولازمته ايه في العربيه، انواع الشاسيه عامه سواء احنا بنستخدمه او الموجود بره، ماتيريال بروبرتيز زي ما قلنا مش مجرد هنعمل زي الحاجات بتاع الروبوتكس نختار يلا شاسيه حديد شاسيه بلاستيك، لا كل ماتيريال نختارها يكون ليها لازمه. والجيومتري كل شكل هنحطه يعني الماتيريال اللي اخترناها دي هنحطها بأي شكل، زي باقي السيستمز هتبدا تاسمبل معانا. احنا الشاسيه ده زي ما احنا بنقول قدامه هو الباك بون، فازاي يقدر ياسمبل مع باقي السيستمز سواء الستيرنج للناس اللي حضرت او البريكس او الحاجات دي. واخيرا نبدا نعمل فاينايت ايمت اناليسيس، نشوف الحاجه اللي رسمناها دي هتستحمل، مش مجرد هنصنعها ونشوفها تبوظ ولا لا، في بعض السيميوليشنز هنشوف قبليها هل فعلا الحاجه دي هتستحمل ولا نعدل في الديزاين قبل ما نصنع. وفي الاخر كده ودي غالبا هتبقى بكره، ان احنا نعمل ديزاين ورك شوب كلنا نكون معانا اللابات او في اللاب هنا نشتغل على ريتم ديول، كل واحد هيطلع شاسيه، يعني شغل الشاسيه ده ان شاء الله ما ياخدش اكتر من يوم. طيب الشيسيز رول او الحاجه الاساسيه للشاسيه، احنا ممكن نعتبره ان ده بني ادم، ده الباك بون بتاعته، واعتبر البني ادم ده داخل سباق. فعشان البني ادم ده يكسب السباق المفروض الاكسبكتد من الباك بون بتاعته تبقى ايه؟ خفيفه واستعمل فورسز يعني. جميل. فيبقى عندنا كده تو مين تارجتس المفروض نمشي عليهم طول السيشن. احنا حاطين في دماغنا ان الشيسيه بتاعنا ده هيبقى لايت سترونج، ونسميها سترونج لغايه ما نغير اسمها قدام. شايفين كده شايفها صح؟ خليها كده لغايه حاطين لو خفيف وقوي، ونشوف قوي دي انا اعرفها ازاي قدام شويه. وثلاث حاجات تانية هيكونوا في دماغنا طول ما احنا بنزين الشاسيه، عشان معظم برضه تيم الشاسيه بيكون مسؤول عن الاسمبلي بتاع العربيه، فهو شايف الحاجات وهي بتتجمع، فيكون لازم يكون هو بيقسمبل يضمن ان وزن الشاسيه ده دايما قليل، ودي قلناها، وان السنتر اوف جرافيتي بتاعته يعني يقول لك لورنج سنتر اوف جرافيتي. حد عارف معنى ده ايه؟ معنى الجمله يبقى السي جي قريبه من الارض، يعني تخيل ان احنا عملنا بني ادم خفيف وكل حاجه، بس دماغه هي اتقل حاجه فيه، فتلاقيه ماشي وعادي يلف حوالين نفسه. العربيات دايما اللي يقول لك عربيات الاستابيليتي بتاعتها عاليه تلاقي عربيه قريبه من الارض. طول ما انت السي جي بتاعك او السنتر اوف جرافيتي او مركز السكر عندك قريب من الارض، طول ما انت ستيبل كعربيه. والحاجه الثالثه مش
انك تسنترلايز الناس بتاع العربيه. يعني ما ينفعش النص اليمين عندك يبقى تبع النص الشمال. يعني تلاقي العربيه وهي بتاخد ملف بتعمل مومنت على نفسها، وزنها ذات نفسه هو اللي بيتنيها، مش مستنيه وزن السسبنشن او مش مستنيه مطب يجي. فالثلاث حاجات دول واحنا مقسمين اللي هيكونوا في دماغنا دايما هنشوفهم برده قدام ازاي هيسمعوا. طيب انواع الشاسي، في المور كوب شاسي وده اللي موجود في معظم العربيات، ويبقى نسبيا هو البادي بتاع العربيه بياخد نفس شكل البادي. والسبيس فريم ده عباره عن شويه تيوبس، حاجه سهله ان احنا نصنعها كده كطلبه، ومتركبين في بعض بيحاولوا ياخدوا شكل مشابه للعربيه. حد يتوقع مين احسن او ده ممكن يكون حلو في ايه وده حلو في ايه؟ مفيش حاجه ولا مفيش حد يعني بقول لك ايه نتناقش معاهم. السبيس فريم مش هيبقى سهل في التصنيع والرسم. جميل، سهل في التصنيع والرسم. اظن ان كل واحد هيبقى يعني كل واحد في طريقه، فهيبقى في تقسيم الفورس مختلف عن الثاني. مين ممكن يكون احسن في توزيع الفورس طيب؟ اظن تيوبس حاجه ولا ايه؟ تيوبس تقريبا. تيوبس ماشي، حد عنده راي تاني؟ طيب خلينا نشوف الفرق ما بين الاثنين عامه. السبيس فريم زي ما قلنا هو سهل جدا في التصنيع. للاسف المولكوك عشان تطلع نفس الشكل بتاع العربيه بالشيت ميتال ده، والمولكوك ببساطه هو عباره عن شيت ميتال او كاربون فايبر لير رقيقه قوي كده، عاملين تو لايرز منهم وحاشمين او حاقنين في وسطهم فوق. فاللايرز دي بالديزاين دي بتكون واخداه اي خبطه تخبط مثلا خبطت هنا الفورس بشكل الديزاين بتاع الشيت ده بتتوزع في الشيت كله، على عكس ده انت خبطه هنا هتسمع في الممبر بس اللي هتخبط فيه والتاني سهل يتكسر. فيكون عندنا البيست فريم دوت او المولكو قصدي حاجه سهله جدا في توزيع الفورس او الستريس ديستريبيوشن فيها حلو جدا، ولكن عشان تصنع الحاجه دي بالشكل ده بالظبط يكون عايز استنباط، والموضوع ده بالنسبه لك الطلبه او بالنسبه لشركات في مصر لغايه دلوقتي ما بتعرفش تطلع الشكل ده بالظبط. ولكن للاسف ده يعود ان هيبقى سعره غالي جدا، في نفس الوقت صعب التصنيع. هيجي الناحيه الثانيه ده سهل في التصنيع قوي وسهل اللي احنا كنا بنعمله، ولو حصل في حادثه ده فعلا حصل عندنا لو في ممبر اتخبط شيله بالصاروخ والحم واحد مكانه، ده لو حاجه اتكسرت تقدر تعمل استنباط كلها من الاول. وللاسف ده بيخلي في الاخر وزنه تقيل بسبب موبايلز هنا شتات مثل خفيفه. قبل ما نبدا في حاجات الديزاين بتاع الشاسيه هنتاكد من كام كونسبت كده في حاجات الميكانكس او الناس اللي خدت ماشين ديزاين عامه. طب ده التقيل عديته على الكيرف المفروض ما تجيبش الحاجات دي، بس عامه انتوا عارفين ان النقطه دي هي الالاستيك ليمت او الحته دي الماتيريال اللي بيهب فيها الاستيك. يعني ايه الاستيك ليمت؟ هي اسئله بيزكس انا عارف، بس هنبدا نعلم الليفل مع بعض خطوات. جميل، هي حاجة لو حطيت عليها فورس وشيلت الفورس تبدأ تبان الشكل الأساسي بتاعها، وده المفروض المين كونسبت اللي احنا هنعتمد عليه في كل الأناليسيز اللي هنشتغل عليها قدام. إن الشاسيه بتاعنا دايماً واخد ديزاين، الديزاين وزن الإلاستيك ليمت. وكمان مش وزن الإلاستيك ليمت إن احنا حاطين خلاص طالما عارف إن السسبنشن هيدي 5000 نيوتن أو 1000 نيوتن مثلاً فعامله على 1000 بالظبط، لا بيكون عامل سيفتي فاكتور وده تويد سي، يعني تكون مثلاً هي بتستحمل 3000 فأنت حاطط لها 1000 بس لو أنت بتبني على ال الميلد ستريتس او 1.8 لو انت بتبني على الالتيميت ستريتس. الفرق من الدكتيلتي والبريكتس. الدكتيلتي بتبقى البلاستيك فيجن بتاعتها كبيره فبقدر اشكل بيها براحتي، انما البريتل المدى البريتل عامه بتتكسر مني بسرعه بتاخد شويه كتير جدا. جميل، طيب لو بعمل حاجه منهم بخراطه او ماشين مين فيهم بتبقى او ليزر حتى؟ الدكتيلتي هيبقى احسن. حد عنده راي تاني؟ لو ايه معلش؟ لو بعمل خراطه للحاجه دي او ماشين فيعني انت مثلا في الشاسيه اللي بتمسك العجله في حته السسبنشن وقررت اختار ماده بريتل او دكتايل، يعني بتكلم بريتل دكتايل بمعنى مش هجيب ازاز وخشب لا الاثنين الومنيوم، بس بيقول لك ان الومنيوم ده مثلا دكتايل او ده بريتل عندنا شويه من الالوي اللي فيه من النسب اللي فيه. الطبيعي ان الماده البريتل بتبقى احسن جدا في الماشينينج، يعني بتلاقي فيها الومنيوم مثلا 70 72 ده واحد من الالومنيوم القوي جدا كبريتلنس او اقوى من ال 60 61 ولكن ما بيتلحمش مثلا. هتلاقيك في الديزاين بتاعك حاجه زي لسه حاطط السيشن بتاع الستيرنج في حاجه اسمها الابرايت. الابرايت دي حته ما بتتلحمش في الشاسيه بس حته عليها السسبنش مسمع فيها والستيرنج ماسك فيها حته عليها فرص كتير قوي. طالما قررت استخدمها المونيوم وانا مش محتاج الحمه فيبقى المونيوم زي ال 70 75 دوت او 70 73. ولو حاجه مجرد بس انا حطيتها كسبيسر او ماليه مكان مش عليها فورسز فاتجه للحاجه الدكتايل هنا ممكن ساعتها اللي هي زي 60 60. الكلام ده ممكن يبقى قدام معانا لطيف شويه هو ده الموضوع بتاعتي.
زي ما هي قالت كده الدكتوريتي هي ماده بتوستاند البلاستيك البلاستيك فورميشن دي ما بيكونش فيها بلاستيك البريتنس ما فيهاش بلاستيك زون والتالي بتتكسر سهل دي على الليفل شويه ايه الاسبكت ريشيو هتسمع المصطلح ده كده الاسبكت ريشيو هي لو عندي مثلا ماسوره او زي المسطره كده البروسيكشن ده قد ايه بالنسبه للطول كام حلو ده اللي ممكن بيسمى عندنا شويه في حاجه اسمها المومنت اوف انرشيا فاكرين لما كنا بناخد في السوليد ميكانكس او في اي ماده يقول لك ان لو مسكت المسطره دي وحاولت تبنيها من هنا هيبقى صعب قوي بس تبنيها كده هيبقى سهل عشان الطول دوت مقارنه بالطول الكبير عامل ازمه ريشيو مع العكس بقى ان هنا مفيش نسبيه طول اساسا سكنس 1 مللي مقارنه بالطول ده في ازمه ريشيو غيره وده اللي بيسميه حاجه ساينتفك شويه هي المومنت اوف انرشيا او السكند مومنت الثاني ان احنا عايزين المكان اللي نحط فيه الفورس يكون بعيد عن النيوترال اكسس اللي هو الزيرو فورس يعني لو بتكلم ان انا عندي ممبر في الشاسيه وعامل كده انا بفكر اعلق السسبنشن مثلا هنا فطبيعي ان انا احط السسبنشن ومعايا قطاع مستطيل طبيعي ان انا احطه بالشكل ده طالما الفورس جايه من هنا وبالتالي ما يجيش لو حطيته بالشكل ده السسبنشن هياخد الممبر ويقع Let's say we have a plank of wood, which we would like to use to cross a canal. It has a rectangle. تستحمل الديفورميشن تبتدي بسهوله على عكس ان انا عملتها كده اي فرصه بسيطه هتكسرها طيب هو ده اللي قلنا الفاكتور ده هيبقى هو اللي هو السبيل بالظبط يعني حتى نحاول نبعد عن القوانين خالص دلوقتي احنا بس نحاول نبني بين كونسبت يكون عندنا الانجينيرنج سنس واحنا بنديزاين Let's say we have a plank of wood which we would like to use to cross a canal. It has a rectangular cross section, and so we can either use it like we have done here, or we can rotate it onto its side, like this. Intuitively, we can tell that the plank will be stiffer if the load is applied to the shorter side of the cross-section. Some cross-sections are much more efficient at resisting bending than others. The further the material is spread from the bending axis, the stiffer a cross-section tends to be. The cross-section on the right has more material located far from the bending axis, and so is better at resisting bending, even though both cross-sections have the same area. This concept of resistance to bending can be quantified by calculating the area moment of inertia, which is also sometimes called the second moment of area. عندكم فكره البيضه يا جماعه والله ليه في المخ ده هبقى اساس كل حاجه هو مش الستيفنس ده كانت بس الالاستيك جميل الجزء بتاع الالاستيك والستريس الستريس ده اللي هو الالتر ستريس اللي هو اكبر ستريس ايه الريزيستنس ايه خلينا مثلا نقول لو نوضحها فاكس المعلومات المستحيل لو قلنا مثلا السلسله دي السلسله دي لو بشدها كده هي قويه او صعبه جدا انها تتكسر بس تخيل هرد الشاسيه دي فاقول لك انا عامل ميمبرز كله سلاسل تيجي تمسك من هنا هي مش عارف تمسك نفسها سيب هتقع هي مش ريجن هي قويه بتشيل في التنشن او الكومبريشن او الاكس بتاعها بس للاسف مش ريجن او مش ستيف على عكسها بالظبط الشيبسي بس قطعه الشيبسي من هنا وبحط حاجه الناحيه الثانيه هي ماسكه نفسها بس اي فرصه خفيفه هتكسرها هي عندها ستيفنس عاليه او عندها ريجيليتي عاليه
بس للاسف ما عندهاش سترينث. او لو جيت لقطعه ازاز نفس الفكره، قطعه الازاز ماسكه نفسها بس اي فورس بتاع لمبه مثلا بتكسرها. فيعملوا ايه في شركه اللي بيعملوا اللمبه ده والحاجات دي؟ يروح عاملها بالشكل ده، يغير في الجيومتري بتاعتها، فيخلي قطعه الازاز اللي كانت بتتكسر بسهوله لو حطيت عليها فورس كبيره مهما كانت ما بتتكسرش بسبب ان هو غير في الجيومتري بتاعتها. الحاجة اللي احنا بنبني عليها ديزاين الشاسيه بتاعنا كله ان احنا مش عايزينه قوي او عنده سترونجر او عنده ستريتس عالي، احنا عايزينه عنده ستيفنس عالي. بمعنى هو ممكن الراجل ده خليها في الاول، ان هتلاقي مثلا في بعض العربيات النقل او في الخزن هو جايب شيت ميتال، شيت ميتال دوت حاجه واحد مدي المونيوم مثلا دوس عليه من هنا بالتاني، فتلاقيه هو يجي يعمل لك ايه في الشيت ميتال ده؟ يقعد يحط فيه شويه تانيات كده، او العربيات النقل هتلاقي في الارضيه بتاعتها في كذا تانيه، التانيات دي يقول لك تعصيبه او ان هو بيعلي الريجيت بتاعتها، يخلي مثلا لو انا قلت الورقه دي الورقه دي انا امسكها هي شيت ميتال وبتتني بسهوله، لو قعدت اغير في الشيت بتاعها كان مش هتعرف وسبتها كده ما بقتش تتني. هو غير في الشيت حط فيها التعليجات دي بقت قادر احط عليها اصبعي من غير ما تتني، مع اني مسكت الورقه في الاول هي مش عارفه تمسك نفسها، مش عارفه تستحمل الوزن بتاعها الاساسي. وده اللي ممكن يبان في الشغل بتاع البادي، تلاقيه حاطط بعض الكيرفات كده ملهاش علاقه بالايروداينامكس خالص، بس يقول لك عشان الشفه تكون ماسكه. طب عندنا في الشاسيه الريجيليتي او الستيفنس دي بتسمع ازاي؟ خلينا نشوف الراجل ده. الراجل ده كان بيعمل زي نوع من الشاسيهات، وقال لك انا هجرب الاول استخدم تيوب دي هي المونيوم والاسبكت ريشيو بتاعتها صغيره جدا، نقول مثلا هي 1 سم في متر. هيجي يدوس عليها اعتبر ان هو بيحط صباعه ده مكان السسبنشن اللي احنا بنعلقه او الفورس اي سيستم بتتني وتنزل معاه. فلما حط تيم اكتوبر تقريبا كان جاي من فتره كده قال لك خلاص طالما هي الحاجه دي سهله انا هجيب حاجه ماتيريال اكتر، هجيب حديد. اي بيبدا بالشاسيه يلاقي فورس مش مستحملها او المساعده بتكون مديانا فورسز معينه لازم استحملها على كل جزء في العربيه. فلما بندخل على اناليسيس ما ينفعش التيمات الجديده كلها شيل الالومنيوم وحط حديد. فهو الراجل حط الحديد نفس الفكره وجاب نفس الاسبكت ريشيو بالظبط وبتديني نفس التانيه. هو كده ضاعف الوزن تقريبا الضعف، بس لسه الالاستيك ديفورميشن او الديفورميشن اللي بيحصل بالفورس الصغيره دي هو واحد. هيبدا يعلي في الفورسز لغايه يجيب تنجستين غالبا. يحط يعني الفكره ان ده قاعد يعلي في ستريس، هو ما غيرش اي حاجه في الجيومتري زي ما كنا اتكلمنا، هو قاعد يجيب ماتيريال اقوى شويه. وده نفس اللي قاله لحد الديو الكرنيه، قال لك خلاص هجيب كاربون فايبر، خايف من الوزن طالما بيعلي انا هجيب ماده قويه قوي ووزنها خفيف بغض النظر عن سعرها كام، وان هو يلاقيها في مصر لازم. جاب كاربون فايبر ونفس الاسبكت ريشيو هي كلها بتبنت. فخلاص هو كده عارف ان الكيس بتاعته دي مفيش الفكره مش في الماتيريال على قد ما هي في الجيومتري بتاعتها. فيجيب حاجه زي المسطره دي. المسطره دي احنا متوقعين ان هو لو داس عليها من هنا سهل قوي تتني، بس لو جه عدلها كده هتكون قويه شويه. ولكن مش منطقي في الشاسيه يكون في حاجه تمسك ناس سسبنشن ممسوك بس حد يخبطني من الجنب اروح مقوس كله. فانا كده عايز اعلي الاسبكت ريشيو بس مش من اتجاه واحد، انا عايز اعليها من كل الاتجاهات. فكان الحل ان هو يرجع لنفس الالونه بيو اللي هو كان جايبها في الاول او حاجه بنفس وزنها. بس الكروس بسكنس قليل قوي، انا بدل ما كنت عامل سكنس كبير وخليها حاجه سوليد انا هخليها حاجه هولو الاسبكت ريشيو بتاعتها اكبر، ويمكن دي اللي هي الكبيره الهولو وزنها اخف بكتير من الحاجه السوليد اللي جنبيها، بس تقريبا هيقف عليها ومش هيحصل لها حاجه. هو كده خلاص حته الالومنيوم اللي وزنها تقريبا ما يجيش ربع التنجستين او الحديد بتستحمل اكتر منهم كلهم اكتر من الكربون فايبر. فهي الفكره كلها ان احنا واحنا بنديزاين احنا كل في دماغنا ان احنا بنحاول نديزاين حاجه ليه. طب خلينا ان احنا كبرنا على قد ما قدرنا وجبنا اكبر قطاع موجود في السوق ولسه الحاجه مش ريجيد، لسه الحاجه مش قويه حتى بعد ما جاب الكبيره دي. قال لك هتجي للحاجه الثانيه ان انا ازود بيها ريجيد، وهي الريجيليشنز، ان انا خلاص اعتبرت ده اكبر حاجه عندي واعتبر ان انا احط السسبنشن عند مكان ايده كده. انا هحط حاجه زي دعامات، خلاص مش لازم اعتمد على الماسوره الواحده، انا هعمل شكل ترانجليشنز او ان احنا نقعد نحط مثلثات في الشاسيه لو حطيناها بطريقه صح يخليه يستحمل احتمال دي نقطه السسبنشن، واعمل الجيومتري كلها احط عند لود او اعمل ثلاثه يسبورت على النقطه، وبالتالي برده ده هيبقى اخف بكتير من الستيل اللي كان موجود واستحمل الفورس بتاع السسبنشن. طيب لو عندي بوكس زي ده اللي احنا خدناه اللي احنا اتكلمنا فيه وفي فورس جايه له من هنا
يكون اي فورس بسيطه تخليه ديفورم يخليه بدل جراب او بشكل غريب. لو عايز اخلي الشكل ده ما يديفورمش ممكن اعمل ايه؟ احطه كده ولا كده؟ يعني اخليه انا لو ضغطت من هنا اخلي الممبر ده عنده في كومبريشن. لو حطيته كده اخلي الممبر ده في تنشن. يعني اكس هي تخليها الحاله الاخيره. احنا دايما زي ما قلنا احنا بنلعب على حتتين في الاول، بلعب على وزن وبلعب على ستيفنس، ده بلاش سترونج دي بلعب على اجيلتي. فاحنا بنتكلم على الوزن فاكس دي لما خلاص باظت مني خلاص. طب ليه؟ او كومبريشن ليه؟ لا يعني يمكن في الكورس احنا خدناها لك كومبريشن عشان لو في كراكس، الكراكس دي وانت بتضغط عليها ما توسعش معاك، او يعني لو عندك كراك في الماتيريال وضغطت عليها الكراك مش هيوسع، الكراك هيتضم ومش هيتكسر. بس دي غالبا كانت حاجه غلط. طب ده عندك كده؟ هو انا هشوف الفرصه الاول هي دي. الفرصه عندنا، الفرصه جايه منين؟ عارف الفرصه جايه منين؟ الفرصه جايه منين؟ اشوف كده كومبريشن كده. حد عندك كده؟ يا عم قول لي ترفع ايدك، قول لي ارفع. في فورس اجري فورد لما تقسمها تو كومبوننتس، واحد بيتجه على الواي بتاع التنشن بوينت. بص هو يعني اللي جاب بتاع الموضوع ده كله ان هي التنشن احسن، بس كلمه واحده في حاجه اسمها البابل. هتسمع انا الماسوره دي انا معلش اديها كده مش هيحصل لها اي حاجه، بس تعالى اديها كومبريشن تبتدي بسهوله قوي. نفس البروستكشن نفس الاتجاه، ان الماده نفسها في كراكس ومهما كان، بس التاثير بتاع الكراكس ده مش زي تاثير البابلنج. البابلنج بيخلي الماتيريال تتهوس على نفسها من جوه، فبتبقى اضعف بكتير قوي ان هي تتحط في كومبريشن. فالطبيعي ان احنا لو قررنا بشكل ما في بعض التعصيبات في الشاسيه ان انا احط ممبر واحد، الطبيعي ان انا هخليه في التنشن. فلو قلنا الفكره بتاع المونوكوك ان هو بيحط شيت ميتال، وده احسن بكتير لان الشيت ميتال بتدوس من هنا بطن من هنا، بيوزع دايما الفورس في الشيت كله حتى لو وزنه اخف من الممبر اللي انا حاطه. فيمكن الشيت بتاعه تربطه من جنبين مش هيحصل له حاجه زي المونكوك، هنا هيستحمل في التنشن بس مش هيجي يستحمل في الكومبريشن، هيحصل له باكلينج زي ما حصل. في ناس بقى بتشغل دماغها في الريد فورمال اللي هو قال لك خلاص انا هعمل سبيس فريم، وده ممكن احنا عملناه السنه اللي فاتت، بس تعالى هنا وغطي الشاسيه ده من هنا بشيتات ميتال. ممكن زودت الوزن حاجه بسيطه بس خليت الستريس ديستريبيوشن احسن بكتير. ممكن ما بنعملوش احنا صح قوي او الحمات بتاعتنا ما بتبقاش صح، ولكن بيوصل شويه للشكل المونوكوك اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول اللي هو شايف شيت ميتال وبتوزع فيه الفورسز كلها. طيب هل المثلثات دي بحطها باي شكل؟ زي ما قلنا عندي مثلا سسبنشن وحطيت فرامل بتاعته، فانا ممكن اجي احطها هنا واقول خلاص انا حطيت له مثلث وماسكه، ولكن المثلث ده يخلي الممبر هنا عليه بند، يعني يخلي الممبر ده يتشد لتحت، لازم يسمع كله في نوت او في نقطه. فالسسبنشن طول ما هو ماسك هنا الفورس قاعده بتتوزع في خمسه مش بتتوزع على ده بس. هنحاول دايما واحنا بنرسم الشاسيه واحنا بنرسم دلوقتي مع بعض حاجه نخلي الفورس دايما ماشيه في تنشن وكومبريشن. بمعنى تعالى نشوف الراجل ده جميل قوي. الراجل ده هيعمل ايه؟ هيعمل ثلاث شاسيهات كلهم بنفس الكروس سكشن بنفس عصايه الخشب، وهيستخدم فيهم كلهم 40. هيعمل لادر شاسي وده اللي موجود في عربيات النقل كلها. باقي في شاسيه بس لتحت عشان دايما بيحب يشيل الكابينه ويحركها، فالشاسيه ده مش علاقه الا بالضغط. ويعمل حاجه مش هنقدر نقول عليها سبيس فريم، هي فيها سبيس وحد يقعد جواها بس هي مش سبيس فريم. عشان سبيس فريم تعريفه زي ما قلنا لازم كل الممبرز فيه كلها تنشن وكومبريشن. ويعمل سبيس فريم اللي هو المثلث اللي في الاخر ده. الثلاثه كلهم زي ما قلنا نفس العدد ونفس الكروس سكشن، ويقول لك خلاص انا هشوف هما بيديفورموا او بيحصل عليهم تورشن لما احط عليهم كام سمكه. فيجيب العصايه اللي هو حاططها دي بيقيس بالجهاز ده بيحصل عليهم ديفليكشن البيك. هو حاطط عصايه هنا بيحط فيها صواميل كوزن ويشوف هيعرف يجيب على كام صمت. اول واحد ده هياخد صمتين عشان يديني 1 مللي، ده هياخد 5 عشان يديني 1 مللي، وده هياخد 50 صامول عشان يديني 1 مللي، كلهم بنفس الكروس سكشن كلهم بنفس العدد. ولكن هنا الفورس بتخبط هنا بتتوزع في الشاسيه كله وبالتالي ما بيديفورمش بسهوله. هيجي يحط تقريبا برسنتج حاجه زي كده، قال لك لو ده 100% يبقى ده 230 وده 1800 بنفس الاعداد وبنفس الوزن تقريبا. طيب جربنا شخصيه وعملنا بس شغل السوليد، عملنا السكتش اللي هو الرسومات العاديه للاينز، ودلوقتي جاي يختار بقى اللاينز دي همشي عليها بأي قطاع او اي مصور. فاشتغل بالسيركل تيوبس ولا بالسيركل تيوبس؟ زي ما انت قلت دلوقتي خلينا نعتمد ان السكير دي عامله زي المسطره من حته مش تفرميت بس لو مربعه زي مربعه بس
ماشي من برضو ما لو غيرت فورس ممكن الفورمية اما لو في تيوب زي كروس سيكشن لو كبر مع التوب ممكن يعني انا مثلا بدل ما اعملها دايرة خلاص قلنا دي هتبقى هولو احنا مش عايزين حاجة سوليد التيوب دي انا بستحمل انا عندي انجل اهو صدق انا خليك السيركلر تيوبس تقدر تستحمل زي ايه السيركلر تيوبس تقدر تستحمل زي انجلر انجل اوف تويست او زي كده ماشي فده يستحمل فورس احسن مين تاني ممكن يبقى على فكره هو ده نسبيا صح احنا قلنا خلاص مش هنستخدم الحاجه سوليد احنا هنستخدمها هولو يعني انت فيها دايره في النص مش فارق معانا هي الماتيريال دي على قد ما القطاع دي او تثبت الفريشه دي بس انا ممكن اعمل قدها بالظبط لو في دايمتر 2 اعمل مربع 2 في 2 وهولو برضه نفس الحاجه ايه الفرق فيهم؟ يمكن في حاجة خدناها أو معروفة شوية لو عندي مثلا شارب أنجل أو شارب إيدج زي اللي هي زاوية 90 وبكب فيها مية يعتبر الاستريس دي أو الاستريس ديستريبيوشن هو زي المية بالظبط لو حطيت مية في الشارب أنجل دي ومية في التراكس كلها هنا وهتنزل تحت لو أنا جيت خليت الحيطة دي كده وخليتها واخدة فين أو واخدة سيركلر شيب المية اللي هكبها هتتوزع على السيركلر شيب كله ده نفس بالظبط اللي بيحصل في السيركلر تيوبس وبالتالي زي ما هو قال مش مجرد بس في التورشن في اي نوع ستريس اللي هيجي على السيركلر تيوب بتستحمل اكتر بكتير حتى احنا قعدنا نجرب الموضوع ده على الاقل ما كناش مصدقين بتستحمل اكتر بكتير من السكوير تيوب فاحنا شغلنا دماغنا ده اول سنه قلبنا كل الشاسيه سيركلر تيوبس وبقينا نركب فيه مسامير السيركلر هي حاجه عامله كده تخيل بقى عايز تربط فيه مسمار تيجي تربط على النقطه الاخيره من دايما صعب قوي تسمبل في حاجه سيركلر تقعد تركب فيها مسامير وتخرج فهي احسن كستريس ديستريبيوشن بس اوحش بكتير كنوع الاسمبلي وانك تقسمت فيها العربيه وفي نفس الوقت هي اوحش في السكند مومنت فاريا اللي اتكلمنا عليها المسابقه بتكون حاطه لنا تقريبا رول بتقول لك السكند مومنت فاريا بتاع بتاعها تقريبا 7300 الرقم ده لو هتجيبه مثلا بقطاع 2 كيلو من الدوائر دي هتجيبه مثلا بكيلو ونص من المستطيلات وهما الاثنين نفس السكند مومنت فاريا فبتعرف تجيب وزن اقل بكتير ويستحمل تقريبا نفس الديفورميشن بالمستطيل عن ان انت تقدر تجيبه بالسيركلر تيوبس فبالتالي احنا خلاص عايزين نستفيد من الستريس ديستريبيوشن بتاع الدوائر بس عايزين نستفيد برضه بالاسمبلي بتاع الشاسيه فاللي احنا كنا قررناه في السنه اللي بعديها خلاص تعالى نرسم شاسيه خلي كل ده مستطيلات وطالما الحته اللي فيها سسبنشن او فيها فورسز هي اللي بعض بتاع الناس تعصيبات خلي التعصيبات دي هي بالسيركلر تيوبس انا خلاص لو هقسم الحاجه في الارض اللي هي الستيرنج وكده بس الحته اللي فيها فورس هحط لها العصب بتاعها بالسيركلر تيوبس ونشوف ده قدام الشيسي ستراكشرز ممكن نعمل كده نسيت اقول لكم لا محمد خالد متاخر قوي قلت انا محمد خالد كنت هادي تشيسي في اول سنه في المسابقه وثاني سنه كنت مسؤول نسبيا مع تشيسي بعد كده اشتغلت في التكنيكال تيم كتصنيع وثلاث عربيه عامه فساعتها عفيف كان هو المسؤول على الشاسيه المفروض السنه دي هيكون معاكم عفيفي هو هادي تشيسي ويعني كان طبيعي ان انا اكون شغال في السنه اللي قبليها خلاص عفيفي اتعلم مني حاجه بسيطه ويجب كان غريب بقى ان انا بتعلم من عفيفي في الاجزاء اللي هو سريع جدا في حاجات التصنيع غالبا كانت ايده شغاله قبل ما يخش الجامعه في حاجات التصنيع واللحام والحاجات دي فهو هدي الشيسي السنه دي ويعني حاولوا تاخدوا منه على قد ما تقدروا بالذات في الجزء بتاع التصنيع والمصنع ده زي ما قلت لكم احنا حلوين جدا في حاجات الثيوريتيكال بس بنيجي يلا نطلع نشتغل تلاقي صنايعي صغير جدا في المصنع بيتنطط عليه لينا مش مهم استعملها ازاي تلاقي انت مش فاهم انت هو دارس وعارف الديزاين ممكن معمول ازاي ولكن مش عارف تلحم حاجتين مع بعض او عارف تلحمه ازاي اساسا فحاولوا تطلعوا منه بالجزء ده على قد ما تقدروا يعني كمل بقى عامل هو حد يقدر يقول لي في كل ايه الاساسي احنا بنبدا عليه ده كله يعني ايه الاجزاء الرئيسيه في الشاسيه ده ماشي غير الديس يعني قلتهم معايا البيس دي واحد في احنا بنوصل بينه وبين بعضه في الشاسيه ده عموما الاوائل اي اوائل عد معايا اه السواق دي اللي هنا ده ماشي تمام غيره اللي حتى لو نزل لا هو الاثنين مع بعض يعني الاثنين دول كده مع بعض واحد يبقى انت عندك هنا الفرونت هوك ده عموما بعد كده المين هوك ده اللي ورا السواق في عندك كوبر في الاخر في النص تمام ده يبقى الفينش بتاع كوبر المين هوك بيكون مديك فيه اصلا حاجه في الرولز ان هو بيكون بارتفاع معين تقريبا فوق راس السواق
ويكون بمسافه معينه. الفرونت بوت بيكون اصلا بنعمله عموما عشان الفرونت امباكت, وعشان اساسا هنا دي بيديها لنا البعد بتاعها التيم ارجونومكس. لو مثلا انا عايز اعمل سترينج ويل السواق قاعد مرتاح تكون على بعد معين منه, وفي نفس الوقت انا عايز رجليه يكون قاعد مش قاعد ضامن ركبته على نفسه, يعني يكون فرد رجله براحته والدوسات بيدعمه. فانا باخد كده من التيم ارجونومكس بعد بين الاثنين. فانا كده معايا اول حاجه الفرونت بوت هيد, بعد كده الفرونت بوت بيوصل بينهم حاجه اسمها بريسك. يعني عموما خليكم عارفين ان اي حاجه بتوصل بين حاجتين هنسميها بريسك. واتكلمنا عن الميمو دلوقتي في الجزء اللي ورا بيكون فيه بتدوس البطاريات. ما انتوا كده يا جماعه بس هو بيتكلم فيه ان احنا باصين 2 دي, احنا باصين كده من السايد الثابته وبتطلع الحاجات الاساسيه اللي طالعه منها. وقلنا هنا عندنا الفرونت بوت هنا والميمو هنا والبارس هو, وبعد كده الضغط. يعني كده بس بنبص للشاسيتو دي وبنجيب الحاجات الاساسيه اللي موجوده كبيز وكالمين هوكس اللي عندنا. الهوكس دي هي القوايم اللي كانت بتقول عليها. فالمهم احنا كده في عندنا اثنين استخدامات. الصور بتاعتك لو قدر الله في حاجه خدته من جنب مش لازم يكون في حاجه بتحميه. فاحنا دلوقتي هنبدا نقفل بقى البريسنجز دي. فاحنا كده معانا الشاسيه كاساس هي بيز وثلاثه هوكس اساسيين ونقفل بقى كله بريسنج. السلايد امباكت اللي بنتكلم عليه ده حاجه جنب السواقه او في الكابينه عند الحته دي كده عشان حاجه تخبط فيه من جنب او من ناحيه الباقي. يعني اما مش بس السواقه كده فاهمين, لو حد يخبطه كده من جنب ايه بص على ده قدامه. يعني لازم في حاجه تصد الصدمه بينها. تمام. طب دلوقتي احنا هنقسم الشاسيه. ده الجزء اللي ورا عموما. احنا دلوقتي عندك في عندك ورا بطاريات. فاكيد انت لازم تعمل حسابك ان انت لازم تحميها في حاجه عشان انت هتحطها من ورا. دي بطاريات لسه. يعني اقل حاجه في البطاريه ممكن تتفجر لا قدر الله. فاحنا بنحط وراها كده سبورت عشان نحمي بيه البطاريات من اي خطر. وفي نفس الوقت انت الصوت قاعد هنا قدام منكم على طول. فالصوت قاعد في 6 بوينتس للبيلت اللي انتوا شفتوه في التيم الارجونومكس لو انتوا كنتوا حضرتوها. فلازم انت تعمل حسابك في التثبيتات بتاعت الحزام. اللي هو احنا في الغالب بنحطها بين الميمو بيبقى في كيكس هنا عشان نوصلها. يعني ده كان ديزاين مبدئي فلسه في بقيه الحاجات هتبان قدام. طب دلوقتي انا عايز اعرفكم عن التقسيم اللي حضر منكم التيم سسبنشن والستيرنج. في الرولز عموما انت بتبقى محكوم بحاجات بيديك دايمنشنز يقول لك انا عايز عربيه يكون عرضها بليمت معين عشان في حاجات في الستيرنج الراديوس والكلام ده. فعشان يبقى الكواليتي بين الكل انا هديك تراك ويدز معين وويلز معين. انا عايز كل التيمات تشتغل عليه. واحنا المين كونسبت بتاعنا الاساسي ان احنا يعني كده عارفين المصطلحين عامه اللي فازوا دول عشان هيتكرروا معانا كتير. الويل بيز هي المسافه ما بين سنتر العجله اللي قدام والعجله اللي ورا. خلي دي حاجه ثابته في دماغنا حتى لو في تيم تاني عشان الاصطلاحات دي بعد كده هتلاقي حد يستيرنج وكذا يقول لك ويل بيز كذا, او تيم السسبنشن يقول لك انا عامل ويل تراك كذا. الويل تراك هي ما بين السنتر والسنتر بتاع العجلتين اللي قدام او العجلتين اللي ورا. والويل بيز هي السنتر للسنتر بالعجلتين اللي متواصل مع الجنب. هو خالد كان اول 2 بوينتس كان قال ايه؟ احنا عايزين شاسيه يكون خفيف وفي نفس الوقت قوي. فانا كشاسيس ديزاين انا ابص على ايه؟ ابص على اكبر ديمنشنز هم احط نهاري ولا انا اخد الاقل؟ طبعا الاقل انا عايز اقلل الوزن عرض اقل او طول اقل فان انا استعمل ممبرز اقل فانا كده خففت في الوزن جامد. فانا في الطبيعي انا هشتغل مثلا في التراك ويتس انا هشتغل 1200 هيجي في الويل بيز انا هطول هاثر على العربيه الماضي. يجي مثلا تيم السسبنشن او الستيرنج يقول لي لا انا لقيت الحزام بتاعتي مش ضابطه انا هطول العربيه شويه هعرض العربيه شويه. فانا لازم اكون بادئ وعامل حسابي ان انا بادئ باصغر ارقام. ارجونوكس يقول لي لا طب هو السواق فوق راسه مش مساحه كافيه فطول لي العربيه شويه الرجل مش مظبوطه. فانا لازم اعمل حسابي ان انا كل ده هيبان لي ايرورز وانا شغال. فانا حسابي ان انا لو جيت اعدل ما اعديش الحاجات اللي حاططها لي في الوقت وفي نفس الوقت اكون مخفف الوزن على قد ما انا عايز. طب دلوقتي ممكن حد فيكم لو معاك اخد منهم بس افكار زي ما حد منكم ممكن يرسم لي كده حاجه كافيه هاند سكتش للشاسيه عموما يعني مشوا ايديكم كده يعني هنجمع افكار. صح هما كيف كانت شكوى كذا مره كان خلاص احنا نسبيا عارفين الديزاين بوينتس اللي هنبدا بيها. يعني خلاص انت شفت عموما الشاسيه متجزأ ثلاث اجزاء والارضيه واحده.
واقول فجاه واقول التيم بيشتغل او التيم الالكترونكس يجيبوا السواق بتاعنا وزره واحد تعالوا يعملوا كرسي خشب كده ونقعد نشوف الاساس بتاع الكريات يشوف راحته هيوصل للستيرنج ريديوس او الستيرنج ويل بكام سنتي هيشوف هو قاعد في الكابينه ذات نفسه قاعد بزاويه كام قاعد الزاويه المريحه ليه وفي نفس الوقت تكون عامله جراوند كليرنس هو مش لازم يكون كل واحد لحظه انتوا ممكن كتير تتشاركوا كده في افكار انا هعمل هنا حاجه ولا لا يعني تفكروا مع بعض فيها يمكن اول حاجه ابتدينا من التيم الكترونكس هي مقاسات الكابينه دي الستيرنج ويل بيكون راكبه هنا فهو مديني من ظهره لغايه الستيرنج ويل ومديني رجله لان يعني هو بيكون معاهم قاعده خشب عاملين كده الشخص او في ملكين كده مع المسابقه المعروف بتاع الديناميكس على طول ده حاجه اسمها 95% تايم يعني بيكون الشوط المسابقه ان هو يقول لك في مسافه معينه بين الراس والوسط في نفس الوقت يكون انت بينك وبين الكرسي مسافه معينه يقول لك انا عايز بين الراس والسقف 10 سم يقول لك جابوا الافرج بتاع يعني مصر اللي هو مثلا وقال لك ان انا لو عملت الشخص 190 لو الشخص الافرج في مصر هو 180 رجل واحدة تفضل مبنية على تفضل مبنية طول السباق تكون مظبوطة لزاوية معينة هيديك المسافة بتاع البريكس أو الحتة اللي عايز تسافر دي أول حاجة بتجيلك من تيم كاندرونكس دي اللي هتبدأ بيها أول ديزاين دي زي ما قلنا احنا دايما كنا عاملين ديزاين في الأول قبل ما هم يبدأوا شغل احنا عاملين ديزاين عندنا الدايمنشن على 1200 وعلى 800 الحاجات اللي كانت كمية مفقودة كل رقم بيجي هو يفصل معاك يقول لك أنا عايزها لا دي خليها 1500 وكلامه مش قرار يعني كاندرونكس كانت هي مشكلة في أول سنة لينا يعني يلا خلي رؤيه السواق واسعه وشايف الكوكب كله عندنا الكبر في الشاسيه فجاه احنا عاملينه الومنيوم ومفروض بقى اسكا ومعناش في الوعي اللي فيها بقى اهتمام على نص ستيل احنا ثالث اتقل عربيه في السباق في ناس ستيل كانت اخف منه اللي هو كبر العربيه عاملين تقريبا دبابه واقفه على اللبس بالظبط مش هتخش وبعدين نحط فيها كميه اعصاب واكسات ده ممكن نشوفها في اخر السيشن يعني اوريكم العربيه دي هو عمال فيها سكتش يعني هنبقى نبص عليها برضه في الاخر هو دلوقتي انت بتبدا في الاساس البيس بعد كده تبدا توصل فيها الثلاثه من الهوبس اللي احنا اتكلمنا عليهم بعد كده بتوصل بس ريسنج جيرو في اتكلمنا عنها فين دلوقتي انت عملت الشاسيه ايه يضمن لك ان انت في الشاسيه اللي انت عملته ده كل الوينز اللي انت تقدر تثبت عليها انا قلت الحزام مثلا عندك بوينتس بتاع سسبنشن عندك البطاريات فانت لازم بعد ما بتعمل الديزاين بتاعك انت بتعمله سبيس فريم بس كده كخارجي الاول بعد كده تبدا تحط السبورتات او تحط الفيكسيشن بوينتس بناء على كل تيم هيحتاجه انت عندك تيم السسبنشن والستيرنج بيبدا يحسب حساب مع نفسه يقول لك انا عايز نود 2 3 4 مثلا هنا في الديزاين في الكناشو يقول لك انا عايز 4 نودز هنا فانا كنت راسم بس كده فرونت بوب بس من غير اي حاجه فانا بالطبيعي عاوز اوصل له كده بينهم وفي نفس الوقت ان انا السسبنشن يجي يتشد هنا تكون الاحمال بتاعته متوزعه فاللي هو بيديني بوينتس وانا بعد كده اشوف انا عايز اعمل ترانجليشنز عليها ازاي او ان انا اوصل بينهم ازاي عشان اوزع الاحمال بتاعتها وفي نفس الوقت مش عايز اتكلكع الدنيا عشان ما اخليش الحجم يكبر مني يعني احنا رسمنا الفري هاند سكتش ده في الاول 2 دي وخدنا المقاسات من الكرنوكس وكل حاجه المفروض بتاع الستيرنج كان زي ما قلنا ويل بيز اللي هي مسافه ما بين العجله دي والعجله دي وخلاص نتصرف نحطهم هنا فالعبيل كان بيتكلم فيه ان احنا مثلا هنحط سسبنشن هنا في تيم السسبنشن بيقول لك ان العجل دي لازم سسبنشن والسسبنشن عنده حوالينها كده اربع بوينتس اللي هم دي الارباط اللي ماسكين السسبنشن. انت مالكش دعوه حتى شكلهم عامل ازاي على قد ما انت عارف هم ماسكين فين في الشاسيه عامل بالظبط. وهتيجي من هنا نبدا نطبق الكونسبتس اللي بنقول لك دي يعني حته موجود فيها نود او فيها حاجه تبع السسبنشن تعال نوصلها للنود اللي هنا. نفس الفكره وصل دي للنود اللي هنا. وصل دي للنود اللي هنا. وصل دي للنود اللي هنا. ممكن تيجي بعد شويه تروح عامل لهم حاجه زي عصب تسندهم من تحت هتلاقي ممكن الحته بتاع الستيرنج مش عارف الحاله فيه بوزيشن ستيرنج بيكون طالع من عندهم
شغاله راكن بين، طالع من عندك الراك بيخرج بره العربيه ويدخل. فالغباء اللي احنا عملناه في العربيه الثانيه قعدنا نربط الاعصاب هنا وعملنا شكل نجمه جميل يمسك كل الوقت. الستيرنج عايز يخرج بيخبط في السسبنشن، بيخبط في الستيرنج. ممكن ده كان غلط منك تمشي سيء، واحنا بنسيمبل شويه ما خدناش بالنا ان في تيم ثاني ان هو مسكنا تيم السسبنشن وعملنا له اعصاب جامده جدا، بس نسينا نحط فتحه هنا في وسط الاعصاب دي ان الراك يخرج بصوره بسهوله بتاع الستيرنج. فممكن برضو احنا بنقسمل او احنا بنرسم بنكون عاملين حسابنا ماشيين على الترانجليشنز وماشيين على المين كونسبتس اللي احنا فاهمينها كديزاين او كمشين ديزاين، بس ناخد بالنا بالليميتيشنز اللي موجوده للبدايه مات. فده اللي احنا عملناه تقريبا في اول سنه في الشاسيه، نفس اللي احنا قلناه بالظبط. بدانا نرسم البيز، طلعنا منها الهوبس الاساسيه اللي هو البالك هوب الفرونت هوب، بعد كده السلايد اللي بعديها بدانا نوصلهم ببعض، فطلعنا الفريم الفاضي ده اشتري يا عم اشتري. بعد كده السيستم فيكسيشن جبت ليه تعالى نعمل لها، وده ما كانش فيه سسبنشن اول واحد، اول سنه ما كانش فيه سسبنشن. سبحان الله جميل جدا، عاملين شنطه ورا وشنطه قدام، يعني انا مش عارف تاخد الشخص حرفيا يقعد فيها مرتاح. بس ده كان مخلي العجل قد ايه كانت ثابته عشان فيه سسبنشن، يعني جزء من الشاسيه مش عارف. خلينا نتكلم في الحته دي بس هنتكلم فيها تاني. ونفس الفكره هنا الحته اللي ماسكه العجل قدام، العجل قدام بيكون الحته فيه عامله زي مفصل، يعني عنده الاتحاد ان هو يقدر يتحرك يمين وشمال. العجله ورا ثابته بتمشي بس بتدفع على العربيه، والثانيه عشان واصله بالستيرنج فواصله على حاجه زي مفصله دي الاوبلاين. وهنا عملنا مكان شاذيه الحزام، البادي ساعتها كان مصمم ان هو فاكر نفسه حاجه ميتال قوي، وعمل لي ماسورتين اربط فيهم بادي فايبر، مربط في اي ممبر عندي، لا طلع لي ماسورتين اربط فيهم. كنا عاملين مكان للبادي فيكسيشن. وده مكان العجلة، مش عارف باينة ولا لا، بس هوريكم الحتة الخبايا اللي عملناها وايه الأفكار اللي في دماغنا. انتوا عارفين الموتور بتاع العربية بتاعتنا شكله عامل ازاي؟ العجلة جوه العجلة، هي العجلة هي الموتور جوه العجلة. جميل، عامل كده كأنه موتوسيكل، يعني انت بتمسك تمسك الشافت بتاعه من جنبين والموتور جوه بيمشي. فانت محتاج في الديزاين بتاع الشاسيه او الاي ار بتاع السسبنشن بقى عشان مستوانا عالي شويتين، تعمل حاجة تمسك التو شافتس بتوع الموتور من جنبين وهي عجله في النص، بتعمل حاجه زي البيت بتاع الموتوسيكل والعجله في النص زي ده كده. فاحنا اول ديزاين لينا شغلنا دماغنا جدا وعملنا حاجه عامله كده وحرفي دخل الشافت، المفروض دي واحده زيها ناحيه التانيه، دي اثنين منها مغلوبين، دخل الشافت من هنا وبعد كده خليه ينزل يبات هنا. كنا حاطين العجله بالشكل ده، شكله جميل وستيبل، بس تعال دخل العجله اساسا هنا مش عارف تدخلها، يعني انت عندك حاجه كده وتحاول تدخلها من تحت، ارفع الشاسيه كله عشان تدخل العجله هنا، وتعالى الوي كده لويه بسيطه عشان تعرف تخش وتحاول تنزلها. اسمبلي رجلي معزه لو هو ايه اللي احنا عاملينه. فالمهم رحنا قطعنا الحته دي وفكرنا بقى ان احنا خلاص ايه نمسكها من تحت او من فوق، يعني ودي يعني سكوتر هنحط فيها القرار، هل اعمل حاجه عامله كده وادخل العجله فيها بالعكس نعمل حاجه كده ودخل الشفط. هو مين شايل التاني؟ هل العجله متشعبطه في الشاسيه ولا الشاسيه شايل العجله؟ الشاسيه شايل العجله؟ لا العجله شايل الشاسيه. ده جميل، يبقى ده ولا ده؟ جميل، ده بالظبط تاني حاجه احنا عملناها. مش عارف موجود اظنش لا ده افرايد للعجله، ده زي ما قلنا هي عباره عن حاجه زي مفصله او حاجه كتير. يعني هي دي فعلا عملناها، بعد كده ده العجل اللي قدام زي ما قلنا حاجه عامله زي مفصله. ده برضه كان عامل زي سسبنشن، يعني انت هنا مش شايف دمبر ولا شايف اي حاجه، مجرد ابرايت بس وحاجه بسيطه. الابرايت هو الجزء ده الستيرنج بيمسك عندك في الجزء ده، لما يقوم هو بيتقل حرف اللي المفروض ده يروح يحرك العجله يمين وشمال. القطاع ده تقريبا اللي اخترناه بعد ما ثبتنا البوينتس بتاع كل حاجه، وبدانا نحط المثلثات مش عارف هو باين ولا كل اللي لازم ده مسلسلات حاجه. الفكره ان احنا اخترنا القطاع ده بناء ما شفنا الارقام اللي هم كانوا جايبينها لنا في المسابقه، وبعد ما عملنا الاناليسز شفنا ان هي دي الحاجه اللي تستحسن. المفروض ان احنا هنشوف بقى بدايه الاناليسز من هنا، يعني ده الشاسيه بتاع السنه دي، ده الشاسيه او المسابقه ده الاسامي عموما اللي كسب السنه دي، هتشوف المقارنه بينه. ايه بقى كتير ايه اللي حصل ده العجل هنا اختلف؟ الحته اللي انت بتتكلم عليها اللي هو العجله اللي بتبات هنا على طول دي كانت العجله اللي قدام، دي الاي ارمز بتاعت السسبنشن. فانت لازم تعمل حسابك لما تطلع فيكسيشن تو غير فيكسيشن الدمبر، وهنا بتعمل حسابك في الويل فيكسيشن، وفي نفس الوقت انك تثبت الاي ار ده ازاي
في الشاسيه. انا دي دي كده هتجري مثال البيت بتاع العجله، بس حتى احنا في السنه اللي بعديها ما خليناش تمسك العجله وتحوطها زي اللي فاتت عايزها. انا كنت عامل اعتبري حرف الاكس ده هو اللي اتعمل بس في الاخر اللي هم الحرف المثلث ده اصلا. لو احنا كنا حاطينه من هنا وحاطين كلكعه كتيره قوي كده عشان نمسك العجله، احنا مش عملنا تاني في السور الاولى. هو ده اللي عايزه تمام. باينه شويه باينه ايه؟ باينه بقت في المثلث ده. اعتبر احنا قطعنا الحته اللي فاتت بس من الشاسيه التاني وخليناها تعرف تتحرك على جوي تاني، حطينا لها ماسوره في اخرها عشان تعرف تطلع وتنزل. في ستريشن جالك في سيستم عشان تقدر تكون ماسكه الحاجه. وبدل ما كنا عاملين كلكعه ولف حواليها ومش عارف ايه، لا هات ماتيريال بس قويه شويه، خلينا دي وحيده الستيكس العربيه بدل كده الومنيوم وخلاص. اعمل حاجه بسيطه واسيب العجله من تحت وامسكها بصمود في حاجه زي سيفتي كده، وما بيدونا نتاكد ان هي مش هتعرف تنزل من هنا. وده كده الشاسيه الاول. ده الشاسيه الاول. حد يعرف يطلع عيوب في ده؟ يعني زي اللي احنا اتكلمنا عليها، ايه عيوب اللي هو ده مضمون؟ الكيس بتاعه ايه مليان صح؟ تقريبا في تحت كده. هو انت حاسس ان ده من ولا صح؟ لا مش موجود. اه مو عادي يعني. اه عادي والله. هو في بوكسين رمادي في النص كده حلو. لا ده طول الكنترول يعني كان بس الدنيا مفتوحه شويه. اذا هنتكلم على الشاسيه الاسود يعني حاجه صراحه تمام. لا احنا اللي سودا اساسا. هو احنا اللي عشان ده مش شايفين خلاص يبقى نوصل للتاني. وده الشاسيه تقريبا نص اهو. كان في فارس 2 كيلو في الوزن ده. مش عايز تفتح تجرب ترسم على الصوره حاجه بسيطه. تمام افتح كل البيني وبينك. طب جرب كده بس تاني. احنا هنفتح الصوره نحاول نطبق الشيء اللي احنا بنعمله ده حاجه بسيطه قوي النهارده. اعرف بدايه الويلدنج في اليوم. لو حد عارف يمشي فيه البيت حاجه بسيطه هنجري بكره. هنجري بكره في اللاب قوي وممكن نخش في حته في انسز سيميوليشن عامه. ما لحقناش نجري يبقى نعدي كده كده على الستوردي. يعني لازم كل واحد يعرف يرسم شاسيه ونخلي موضوع انسز ده واحنا شغالين مع الناس Thank you.
20 تمام والله يا ابني نقطه بص في اللي ليه مين اللي بيطلع حاجات على مين اللي بيطلع حاجات على مين بص كده احنا بنعمله ما سكتش عليه جدا وانا نفسي في ما عارفين كان بيقول هيبدا نحاول نرسم اول حاجه جايز زي ما قلنا نبدا بالمينيمم دايمنشنز خلينا نقول مثلا دي الكابينه بتاع السواق وابدا اطلع من بعد الكابينه بتاع السواق خفيفي 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 ايه في الصوت لما نيجي نعدل التعديلات اللي بتحصل من بين السب تيمز تلاقي كل حاجه ضربت وانت عدلت الاسمبلي او الرسمه لو مش ديفايند هتيجي تعدل حاجه تلاقي كل حاجه راحت في حته وحصلت معانا كتير قوي زي كل التوتوريالز حاطه على اليوتيوب بيقول لك ايه ارسم هنا بس سكتش على طول سبيد سكتش ده مش محتاج بليك يعني ممكن تبص هنا ويجي ارسم في مره ارسم في الاكس واطلع ارسم كده وفجاه سبحان الله بقيت برسم في الواي في سكتش فولي ديفايند حتى لو خليت فولي ديفايند مش هتعرف تتعرفوا علينا او تعرف تعدي فيه بعدين الحاجة اللي احنا بنعتمد عليها في رسم الشاسية عامة ان انا اعمل بلين لكل حاجة فزي ما احنا عندنا الثري بلينز الاساسية للناس اللي خدت السوليد بيكون عندك الفرونت والتوب والرايت فخلاص انا عايز ارسم هنا مثلا بالك هوب اروح جاي عند الرايت اقول له اعمل لي بلين زي خلي الريفرنس مش مجرد مسافه انا عارفها لا اخليها نقطه انا عارفها بحيث لو النقطه دي بشكل ما انا غيرتها البرين كله بيتغير معايا خلاص انا عملت هنا بلين يعني بلين تاني احنا عندنا اسمه سيف هي كنا خطوه خطوه بكره هنمشي الموضوع ده بتفصيل وكل واحد يعمله بنفسه يعني نعمل بلين تاني ده بتاع البرين على
ارسم عليهم بقى الحاجه الاساسيه للشريط. مش نص الشهر لا تكون يا شريط. عايز ارسم نقطة التربط ما بين الفرونت بوك. لو عايز اوصل الاثنين دول ببعض. لو انا خلاص كل حاجة عايز اعملها بالليل. طب دي مش الشبه الرايت او يعني في واحد طويل واحد قصير. فكده غالبا اللي هيوصل ما بينهم. او الحاجة اللي الفورمة اللي ارسمها هنا بقى. كده رسمنا الاول ده مثلا كده. رسمنا الثاني كده. البلين اللي هيوصل ما بين الاثنين دول. لو قلنا كل حاجه احنا عايزين نعملها ببلين عشان سهل اول بطرم 3 سكتش ادوس على النقطتين وهيتقسموا بس بعديها لازم. لو حد عنده فكره ممكن ازاي اعمل بلين ما بين الاثنين دول بس في حاجه صغيره. المفروض يبقى ساين. يبقى ايه؟ ما انت عندك اثنين واحد اهو واقف كده واحد واقف توب. انا عايز اطلعه في 3 دي يعني؟ واحد في النص. عايز اطلعه في 3 دي. طلع 3 دي كده. يعني مش ممكن اعملها باللوف؟ ايه؟ في حاجه في اللوف فيتشر زي اللوف؟ لا لا مش لوف احنا بنقصين بلين عادي. وانت بتصاين بلين او بتعمل ريفرنس بلين يكون عندك اوبشنز تقول لك مش لازم تختار واحد من البلينز التلاته اللي عندك ممكن تختار حاجه من الحاجات اللي انت راسمها. انا اختار الايدج ده والايدج التاني اللي فوق عملت بلين مايل اقدر ارسم عليه اللي انا عايزه وهكذا بقى في كل الشاسيه احاول على قد ما اقدر اعمل بلينز واقفلها ولما خلاص عصلت معايا قوي ابدا استخدم 3 سكتش ساعتها هيبقى خط او خطين فيعني التعليق فيهم بيبقى سهل. خالد ايش تاني بتاعت البلين دي؟ انت عامة عارف تعمل ريفرنس بين ازاي بس ريفرنس عارف طبيعي الفيرست ريفرنس يعني اللي احنا ممكن نعمله في الجامعة هنا تاخد واحد من الثلاثة الأساسيين وتروح مختار النقطة أو المسافة اللي أنت عايز تبعد عنها لا أنا هخلي الريفرنس الأول لاين واللاينز دي والريفرنس التاني اللاين التاني اللي أنا عارفه كده خلاص المفروض ديفاين دي تمام بكرة هنتكلم الموضوع ده بالتفصيل قوي وهطلع شاسيه بس يعني أنا عايز أديكم الكونسيبت بتاع الويلدنج بتاع عامة لو عايز أخلي الحاجات دي تقلب مواسير بقى يعني أنا معايا شكل وهقفله كله شاسيه وعايز اقلبه بواسير مربعات اي حاجه ايه اللي خدته في كورس السوري دي على كده؟ سويب لاين وعايز امشي فيه تاني سويب حاجه شويه جميل لا سويب طيب بس لو عملت السويب هي السويب اللي بيقولوا عليها ايه؟ وبدات اخد هو في حاجه في الشيت ميتال ممكن هي تعمل ممبرز اللي هو مثلا يعني سيركولر او ريكتانجل ايه؟ يعني مش حاجه جدا يوزن ويلدنج طلع لكم ايه الفرق بينه وبين سويب هي الفكره في سويب طلع الشكل اللي انا عايزه بالظبط زي ما قلنا حتى في السيشن بتاع روبوتكس لما اتكلمت في الشاسيه اللي بناخده هنا كلاس بنرسمه مجرد شكل بس عايز اطلع دروينز بعد كده حاجه تتصنع من دي لما دوسنا صح هنا كده عايز اطلع الماسوره دي تقطع لوحديها ازاي لا هو شايفها كلها برضه واحد حتى مش عارف اغير الزاويه دي من 45 اخليها لا بيورينتيشن تاني هما ثلاث دوائر في بعض مثلا هما دول اثنين فسهله لما يركب ثلاث مصير في بعض اربع مصير ما بعرفش اتعامل فبعمل ايه؟ في مديول اسمه الويلد مديول في السوليد لو الظاهر عندكم حتى في السكرين كي يمين هنا بتدوس التول بارز وبتزرق او التابس وبتزرق بكره ان شاء الله في شرح المهم نخش في الويلد مديول ده في الاستراكشر منه مش لازم تعرف حاجات النهارده يعني بس عشان تطلع نقطه بختار هنا نوع البايب والكروس سكشن بتاعها سواء ريكتانجلر او بايب يعني في ريكتانجلر تيوب وفي بايب في سي تشاست بختار بس عشان هي البايب تعالى اختار بس كليك على الدروب داون تعالى
حسيت انا خلاص ده وصل للحاجه الثانيه في البرزنتيشن اللي هو خلاص بقى ماشي. حاجه اسمها التريبر المواسير راكبه بعض ازاي عندكم فكره؟ لا لا زي هم دول مصورتين واقفين على بعض كده فوق بعض يعني صوره مربعه وصوره مربعه فوق بعض والثانيه دي خد دي 45 و45 نفس الحوار. فاللي دي او ليه دي؟ توزع نصها شير فعلا ونصها نورمال وبالتالي هتبقى احسن. اللي احنا بنعمله في السوليد او الويلد الفيديو اللي بيعمله لنا ان بيخلينا اعرف اتحكم بالظبط في الماسوره دي السوليد ده. بيتحكم هنا لو عندي ماسورتين او حتى او ثلاث مواسير ازاي راكبين كلهم في بعض. احكي لي المنظر ده مش هو اللي هيتحكم. وعرف اتحكم في البريم اوردر بتاعه مين فيهم تركب في احنا قلنا انهي احسن؟ 75 75 انا كده بوزع الفورسز نصها شير ونصها نورمال. ما اقدرش ما بستهلكش الماتيريال كلها في النورمال ستريس بتاعه وبالتالي تتكسر او مش كلها في الشير مثلا لو رحت مخلي خليتها ماسكه بالجنب بدل من فوق فهستهلكها كلها في الشير. لما بتوزع في النصين الماتيريال تستحمل اكتر يعني. فالمهم ان الويلدنج فيديول ده يقدر يخليني اقدر اتحكم في كل قطاع في الماسوره وراكب ازاي في القطاع اللي بعده وبالتالي بعد كده في تعملهم باشكال مختلفه وده اللي عارفين هيشتغل معاكم فيه طول فتره الشاسيه ازاي تطلع اقل عدد ممبرز حاجات تسهل عليك الامتحان قدام. بعد ما تخلص النجم ده دي مثلا ممبر شويه تقدر تاكسس كل ممبر منهم لوحده يعني خلاص كل الماسوره موجوده لوحديها ممكن افتحها از نيو ورد. بيجي عندنا بقى نقطة رخمة شوية في قطاعات الدوائر ودي يمكن اللي بيخلينا نبعد عنها قبلها الشاسيه كمان. عايز تقطع ماسورة بالشكل ده حد عنده فكرة حاجة زي كده ممكن اقطعها ازاي؟ امشي عليها بالصاروخ يعني هي معمولة كده عشان تقلب او المواسير دي كلها تقلب مكعبات وتمسك كلها ببعض ما يكونش يعني تكون متوزعة فرصة فيها صعبة. فعندي حاجة بالشكل دوت لو بتتكلم مثلا دي اقطعها لو حاجة ليزر تروح اقطعها تو دي على طول او بالصاروخ مش هتعرف تجيب الشكل اللي هو يمسك اللي جنبيها بالظبط. في بعض المكن الـ3D اللي عندنا في الـ3D اللي ممكن يقطع الماسوره يخلي الماسوره نفسها تلف يقطع عليها انت البروفايل بتاعها بس يكون عايز منك انك تفرد الماسوره بالشكل ده يعني تمسك الماسوره تفردها له كده والسوفت وير اللي في الماشين دي بيعرف يمشي على الخط يعرف يمشي على الخط ده فهو قاعد يمشي عليه والماسوره قاعده تلف فياخد الشكل اللي انت عايزه. فده التشالنج اللي عندنا كله ان احنا ازاي نمسك الماسوره دي ونقنع السوليد ان هو يفرد. في اكتر من اوبشن حد عنده فكره؟ اول حاجه احنا ممكن نمسك زي ما قلت كل ده ان شاء الله هنشتغل فيه بكره مع بعض بس حابب الناس لو كانت جايه بكره ماشيه ليها شويه هنيجي نفنسز وده الحاجه اللي ممكن تبقى اصعب اكتر يعني كده دايما مش مشكله عندنا كده بس تجيب لك في الاخر الشكل اللي احنا قلنا عليه من شويه معقد اللي هو ده. انا خلاص افرده الشكل ده وعلى لف الماسوره 45 صح؟ ايه؟ مش 45 بقى؟ 45 مع بعض 3 مواسير مع بعض 4 مواسير ففي كلهم عاملين شكل كده حرف ال وواحد عامل حرف تي وعايزين يركبوا كلهم سبحان الله تركبهم كلهم في بعض مش هيبان فيهم ولا خلاص هم راكبين مكعبات في بعض. انك عايز تطلع البروفايل ده وتديه للماشين دي بشكل ما هي بتقعد تلف وانت تمشي على البروفايل
بتعرف تقطع الحاجه اللي انت عايزها. لو انت كلها ناخد كروس سكشن بوس نمشي بعد كده. خلينا ما اظنش حد فريق لي ولا كده فريق لي انا كده حد الناس بس طبعا بس لازم هم لما بيقول لك هعمل لك اندرويدز او اطلع لك اندرويدز ياخد مثلا على شغل الليزر دوت تقول لك 3000 جنيه لو انت اللي هتطلع دروت عامل لك 900 جنيه فيعني احنا ما انتش المفروض هو مش احسن منك في حاجه خلاص هنتعلم احنا الدرويدز بتاعتنا ونطلعها بدل ما يديله الكاد ونقول له ايه اتصرف. المهم ان احنا نروح قاطعين هنا طلعنا القشره اللي بره واجي هنا عند السيرفيس بتاع الخاصه. اخترت الفيس واخترت الايدج يعني انا قطعت القطعه دي خدت القشره دي عملت لها اوفست عملتها للسيرفيس بعد كده اخترت الايدج ف طلع لي الشيب يقول يعرف حاجه ده كل زي ما قلتلكم هنشتغل فيه بس عايز اقول لكم الحاجه دي هنعمل بيها ايه بس عليك تكتب لي كده اكسبورت دي اكس اف ما تشغلوش بقى دلوقتي بالكاد دي بالظبط انا هقعد في اللاب بكره نعمل خطوه بس هنطلع كده فايل الاوتوكاد ناخده بقى كل ماسوره ونعمل بيه الدرونز. الموضوع هيختلف شويه لو بقت مستطيل او مربعات وبالتالي مش ممكن مش محتاجين كل الافرادات دي ممكن تكون حاجات تتبع على ورقه ونقطعها على الصاروخ زي ما قلنا كان المستطيل او المربعات زي الاولاني في الاحلام يعني. وبعد ما تطلع الدرونز نخش بعد ما ندخل الدرونز دي ده اللي هو عايز يشيل الكعبه ده الليزر والماسوره على الزفت اللي هو قاعد يطلع البروفايل اللي انا عايزه بالظبط وهكذا في كل مصورة بعد اخدت له كل الكات فايل. في ماشين تانيه بتاخد السيرفيس اللي ورا بس يعني بلاش نخش في تفاصيل الدرونز دي بكره ان شاء الله نتكلم فيها بشكل اوضح شويه بس قبل ما نخش في الدرونز عامه بقى بيكون عندنا ان قبل ما اطلع الديزاين دوت خلاص خلصته وشايف ان انا كده عامل التعصيبات اللازمه محتاج اعمل اناليسز عليه. فحد عنده فكره للفورسز اسمعني حد عنده فكره للفورسز اللي بتاكد على الشاسيه ممكن تبقى ايه غير اللي مكتوبين دول كان او كان ماشي في غيرهم ممكن كنت عايز انا سسبنشن جميل يبقى الفورسز بتاع السيستم كلها كاوزان وزن السواق نفسه بس دي كلها ستاتيك لود يعني كلها حاجات كانت موجوده وثابته يعني وزن السواق السسبنشن هو موجود ثابت لكن السسبنشن لما يجي يتحرك او العربيه دي تطلع على مطب فكل الدايناميك لود دي بتعمل لنا لاترال بيندنج فيرتيكال بيندنج تورشن حد عارف التورشن صح؟ اه اللي هو جميل ده يحصل في العربيه ازاي؟ يعني ايه اللي يخلي العربيه تقوس كده؟ تاسر كده ممكن مثلا في اللي هو بار بتاع الستيل دي تاخد ملف مثلا سرعه عاليه او سرعه تروح اعملها بندنج على ترشي
يعني انا ما كنتش متخيل التورشن ممكن كان باين عندنا لما كنا نيجي نطلع على الرامب اللي قدام عند الكويت كده العربيه بتبتدي بس مش شايف قوي شويه. نجرب على العربيتين ونشوف التنشن بتاعهم التورشن بتاعهم. Hi there, I'm Howie Long, and this is Rick Spiner from Chevrolet. Rick knows a whole bunch about trucks, and in particular Chevy trucks, which is a good thing, because today we're going to put the Chevy Silverado HD up against the competition head-to-head. What do you got, Rick? Howie, what we're going to do here, 3,000 pounds of payload in his truck. We're going to take it up a fairly extreme test here. It's a simulated twist dish. Watch the way the truck handles it. Remember, we're looking at strength. And we're looking at the level of the bed. Exactly. So far, so good. Yep. Now, we really start to twist it good here. Yeah, I've been there. Now, give the gauge a try. Okay. Wow. Not bad, huh? Piece of cake. Now, we're going to try and do the same thing with Super Duty and see how we make up that. All right. Okay? Let's do it. You got it. Wow, look at the twist on that bed. Oh. I hope this isn't a runner. Yeah, we're pulling out of my check. Give the gauge. We're going to have a lot of time returning. I can't budge. Yeah, it's in stress here. You said you've been in this position. I've been in this position, and it's not good. No, it's got to hurt. Yeah. We got a couple more tests to do now. Okay. About a 3/4 ton trucks. We're on the same kind of test. Great. Right? Let's do it. We took a look at the dualies on the twist dish. Now we're going to look at the Silverado 2500 HD and the Ford F-250. Okay. So what do we got going on, guy? Well, we're set up to measure the torsional rigidity of these two frames. The first step of this test is we've attached a couple of pointers, one to the cab of the truck and the other to the bed. And we're going to run the vehicles up our frame twister, and we're going to see what misalignment occurs, if any, and we'll be able to measure that based on these two pointers. Seems simple to me. I like it. Let's do it. Simple test. All right. All right. Jay, you're up. To the Ford Super Duty and not to the Silverado HD. Well, on the HD, we've gone to a high-strength steel frame, fully boxed, front to rear, all the way through. You know, my engineers do the calculus. Okay.
عشان غير مطب. في حاجه ممكن تخليها تعمل كده السيستمز التانيه لما تفرع من الرابط. تمام. طب وده يعني بيخلي الشاسيه ينزل تحت الوزن. الوزن البطاريات والمواتير ده وزن كبير. طب امتى بيحصل بقى كومباينيشن بين التلاته اللي هو اكتر فرص ممكن تاثر على الشاسيه؟ فرامل في ملف. فانت لازم تعمل حسابك في الديزاين على التلاته اللي هو لا انا مفيش عندي بس اي ملفات الوزن السواق مش معنى انه عدى خلاص. يعني احنا كنا بنشيل العربيه عند الكويت نلاقي الشاسيه بيوس معانا او من غيره يعني كان بيوس برده معانا بس بنسبه بسيطه. فلازم نعمل حسابنا على التلاته اللي هو مش مجرد ملفات ووزن السواق وفرمله وبس. يمكن في الكيس بتاع الشيفروليه دي كان الموضوع ما اثرش على العربيه ما فضلتش حواليكم في اخر السيشن كده الشاسيه بتوع العاشر وبتاع لما بداوا يخففوا العربيه قوي ويكسوا موضوع الترش حط بس الحاجات الاساسيه الشاسيه بتاعهم ضرب. الشاسيه قطم يعني قطم من كذا حته ومش مره واحده. زي كده نيجي على انسز نعملها ازاي برضه هتكلم في الموضوع ده بكره. المفروض عشان سيميوليت اللي بيحصل في الترش بنحط كابل فورس تثبت مثلا عجلتين لورا وحط فورس تشد العجله او تشد الشاسيه مكان التثبيت بتاع العجله كده الفورس الثانيه عكسها بس في الكابل فورس دوره تعرف تجمعه مثلا على الاثنين مضرب في ال طول ده او الطول ده تجيب التورك والتورك ده وتعرف تجيب الزيتا اللي هو التناهة دي يعني برضه كانت حاجه اللي بكره احسن المفروض اللي هو فرق الديفورميشن والديفورميشن ده سهل قوي تطلعه من الانسز وطالما معاك الفرق دوت معاك طول الممبر ده هو يعني سمبل ماس تعرف تجيب الزيتا والتورك على الزيتا ده يديك التورشن ستيفنس او رقم يعبر عنها غير بقى التورشن يعني بنعمل اكتر من تيست منها البالك هيد اللي هو بتخبط العربيه في الرياكت العربيه بتاعتنا عملت حسن العربيه عملت حسن وطلعت حرفيا نفس ال لا السؤال الثاني نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نفس الشيء بنحط فورس هنا تقيل قوي وبنثبت العجله ورا ونشوف الشاسيه الفورمة دي الدرايفر ويت بنحط وزن السواق الكلام ده كله اكزاجريتد او مكبر يعني اكيد وزن السواق ما بيفكش كده بس ده 2 3 مللي وبرنامج بيكبر لك عشان يقول لك الحته دي فيها مشكله. ما وصلش الكلام يعني. نفس الفكره ده التورك بتاع الموتور الستارتنج تورك اول ما الموتور بيبدا بيعمل تورك كبير قوي فانت عايز تاكد ان الاماكن اللي ماسكه العجله دي ماسكاها كويس. دي حاجه اسمها اس اي ار شيت دي شيت مسمى بتتقلب وبتاخد فورسز معينه كل شويه تروح تدخل على الاس تاكد ان الشاسيه بيستحمل الفورسز دي. استحملها من اول مره اعرف ان انت عامل مصيبه خفف الوزن بقى يعني خلاص طالما بتستحمل. ما استحملهاش من اول مره ما اروحش للستير على طول نقعد نجرب في الالمونيوم بقى يعني الافكار ما بتخلصش في موضوع الرول بار ده المين موب يعني الموز اللي بيسمع فيه كل الفورس بتاع الشاسيه يعني اخبط من هنا يسمع اخبط من هنا ده كله واصل له في الاخر هم تقريبا كانوا بيدين 7500 نيوتن يتحطوا على المنبر ده وتشوف هيستحملهم ولا لا اه وزن العربيه مقلوب كان العربيه بالظبط عملت حادثه وتقلبت وتورشن ستيفنز ده احنا قلنا ده بيجيبه ازاي يعني هو بسبب كده مش عارف كيف شمال حط مالك على اساس في سهمين هو دول الفورس اللي احنا حاطينه كابل فورس والبذره ده فيكسيشن بوينت ويعني لو جرينا في السوليد بكره هنشتغل في الحاجات دي بايدينا لو ما جريناش يبقى الناس ان شاء الله هتكمل معانا في الشاسيه نقعد معاهم سيشن طويله كده بس كده خلصنا كل ده نبدا نصنع بقى الشاسيه بتاعنا وننزل نحاول نطلع ده الشاسيه الاول نطلع طبعاً والتزجه بتاع التزجه او السرير اللي بتلحم عليه دوت بيكون معاك سرير بفرام معينه انت عارف انا كده وانت عايز تطلع مثلا منبر جاي زاويه زي ده ازاي اظبط الزاويه دي بالظبط هتلاقي كده انك تستخدم الفرام دي بتعمل حاجه اسمها جيكات حاجه زي اسطمبه كده حاجه صغيره وتسند عليها فانت خلاص واخدها كريفرنس ليك بقى قاعد تبدا في السرير الجيكات ممكن بكره برضه نتكلم ازاي نرسم الجيكات لغايه ما طلعنا الشاسيه الاول نفس الشيء في الشاسيه الثاني نفس الممبرز طلعنا الدرونز بتاعتها كلها لغايه ما طلعنا الديك ده كلها اتقسمت فيه العربيه الثانيه وفرق بسرعات بقى يعني اول فريق نرجع فرق بس فكره تقريبا اللي فات حسب ما انا بقيت في الدرونز عايز اقول لك وسع الكابينه الكابينه دي كانت بتشيل شده ست اشخاص جنب بعض بدل ما تشيل واحد بس حاجه زي هنا اللي هي العجله ده اخر الجزء اللي قدام ده كله بلا هدف وكذلك اللي ورا فاكر ان هو هيجيب برضه كرسي عالي شويه فقعد يديزاين كرسي في الاخر ما جابوش وكان رافع الفرونت هوب ده السواق ما كانش شايف لازم يشيل ده عشان يشوف رؤيه العربيه سواء من تيم البادي او من تيم الشاسيه كانت عامله كده لو خدت ورقه البادي الجديده تيجي نازل تحت نازل تحت يقدر يشوف عاملين شنطه زي ما قلت لك ورا والحته دي كلها قدام انا ما اعرفش كده بتاعي العجله كده هي متوقف هناك لا في شاسيه لازم من تحت السواق بتاعها جينا هنا بقى اللي بعديها قطع قعدنا نقطع كل حاجه عملنا كتكوته حرفيا بعد ما كنا ثالث اتقل وزن كنا ثاني اخف وزن السنه دي في المسابقه العاشر تقريبا كانت عامله الشاسيه ده في السنه اللي كسبت فيها عامل حاجات مشابهه للوزن دي
شغلوا دماغهم بقى وقال لك ايه لا احنا كمان هن اوبتمايز اكتر فلعبوا على الموضوع الوزن ونسي موضوع الرجل الشاسيس ده فجاه عند اول لفه ليهم الرول بار ضرب مش من اول مره هي مرتين للتاني انا بقول لك والتاني لفه الشاسيس الناحيه الثانيه العربيه ما فيش تكمل تفيست فانت خفف وزن على قد ما تقدر ولكن في دايما سيف زون عندها زي ما قلت لك السيف زون وقفت عندنا الحمد لله كانت المشكله بتاعتنا ان احنا جينا في البيز دي حاجه وخلاص نمشي جينا في البيز مثلا لو رسمناها كده وقلنا بدل ما نحط الاكس احنا هنحط واحده بس جايين نوفر في كله حطينا نعرف تنشن وكل حاجه نيجي السواق يقعد تدي فورم حاجه خفيفه جايه في الباب الباب مش عايز تاكل الشاسيه حرفيا بيلبس يعني كان حل الموضوع ده ان انا استرجل كده شويه شايل تحت الشاسيه بس غير كده يعني كان بالنسبه لي الشاسيه اوبتمايز زي ما قلت لكم ان ثاني اخف عربيه ولا ثالث عربيه يعني عدت بسلام مش كده بقى لغايه ما طلعنا النجمه دي صعب على ما هي الفكره بس هتبقى كويسه بس خلاص شكرا يا شباب.